إلى فيديو حمل الكثير من المشاعر الإنسانية، حيث قام اللاعب أيمن حسين بزيارة خاصة لأطفال مرضى السرطان في مؤسسة وارث الدولية في كربلاء. تهمني تدعي لي. أكيد أدعي لك، الله يشافيك إن شاء الله وتقومي بألف سلامة. شلون هيك؟ زينة. زينة؟ هاي لك هاي الهدية. نزلينه بالسناب؟ ايه. يلا نروح المكتب، وين المكتب صاير؟ بالارضي. بترجع للملاعب. حبيبي. انا سعيد اول شيء، هم اخواني صغار. سعيد بتواجدي وياهم، واكيد اتمنى لهم الشفاء العاجل ان شاء الله. الفيديو اللي سووه انا نشرته يمكن، وكل البيجات نشرته يمكن، بكل العراقيين ناس تدعي لك، ناس بالمستشفى هم انه العالم تتمنى انه تدعي لهم. اتمنى لهم الشفاء العاجل يا رب اسرع وقت ان شاء الله، واكيد كل ما ارجع العراق ان شاء الله اجي ازورهم يا ربي، وان شاء الله يكونوا اقوياء ويشافون ان شاء الله.